أو اليوم الدولي للإعاقة. طبعا إحنا اليوم ضيوفنا لحتى نعطيهم فرصة يعبروا عن حالهم، جبناهم عنا ويحكوا عن همومهم. أول إشي بدي أبلش من عندك يا أم جهاد، يسعد صباحك. الله يسعدك يا ربي. في البداية يعني وجود شخص في البيت عنده متلازمة داون أو ربما أي نوع من أنواع المشاكل بيعمل إرباك في البيت وبيعمل صعوبات لدى الأم. احكي لنا شوي عن حياتك. أنا بنتي دنيا متلازمة داون، طبعا هي أول طفل كان عندي موجود. طبعا تفاجأنا كثير، يعني بتعرف الواحد بيستنى عماله إن المولود وإشي وتحضيرات إله وإشي، فتفاجأنا إنها دنيا متلازمة داون. فكانت يعني عنده إيمان إنسان بقلبه، بس برضه إلا الواحد بحب ابنه يكون كامل، فتفاجأنا فيها يعني. وحاولنا معها يعني ناخذها أطباء، يعني ما قصرنا معها، تأخرت في المشي بالتكلم. على 25 سنة، عم نحكي على 25 سنة، ما كان الطب والمعرفة بهاي الأمراض كتير معروفة يعني. أكيد طبعا ما كان يعني لهالدرجة إنه يعني يهتموا فيها، لهالدرجة إنه يعني فحوصات مبكرة إشي. فما عرفوا لي، بعد ما ولدتها اكتشفوا اني عندي بنتي هيك داون. فاخذناها مراكز كثير يعني عشان النطق، عشان المشي كمان، لانها تاخرت يعني صارت 3 سنين ولسه مش ماشيه. اجى اخوها وهي لسه مش ماشيه، فصارت معاناه علي انا مثلا، عبء انه التنين يعني بدهم احملهم، بدهم اهتم فيهم يعني. حتى اجى اخوها اختها الثالثه كمان، وبرضه كمان نفس الشيء، بدها رعايه، بدها اهتمام. طيب أم جهاد، يعني خلال مين أصعب، لما كانت طفلة ولا هلأ الوضع، من ناحية اجتماعية ومن ناحية نفسية عليكم؟ طبعا لما كبرت يعني، لأنه بتعرفي صبية هي وبدها زي البنات تكون، بدها تروح، بدها إشي يعني في لها مكان، يعني ما نحاول ناخذها ونجيبها وإشي، في حدود مثلا. مش كل مشروع تقدر تاخذيها. اخواتها بروح دخلوا جامعه، يعني هلا اخواتها بدهم يحطوا شهادات التخرج، صور التخرج، صارت بدها زيهم، فاضطر الاخوات ياخذوها يصوروها ويحطوا صورتها جنب صورتهم. فيعني بتلاحظ كل إشي لما بتخرج، بتقول انت اتخرج بدي شهادتي يعني. طيب. بكون أطفال بكون عادي يعني، أطفال زي هالأطفال كلها ما بدركوا إشي، بس لما بيكبروا، كل ما بيكبروا بصيروا أوعى، بصيروا يلاحظوا الشغلات اللي عندهم مهمة مش موجودة. صحيح. دنيا كم عمرك؟ 29 سنة. دنيا إيش بتحبي تعملي؟ إيش أكتر إشي بتحبي تعملي؟ يلعب. تلعبي بالتنس؟ وإيش كمان؟ تحلب. انت كتير شاطرة بلعبة التنس مش هيك؟ وبتحبي تعملي هاي الاشياء الفنية؟ انت بايدك لحالك بتعمل، في حدا بيساعدك؟ لحالي. شطورة. طيب كيف، وين بتلعبي تنس؟ انت لعبة الهلال الاحمر. بالهلال الاحمر؟ مين علمك؟ انا لعب. انت لحالك تعلمتي؟ يعني كنت مثلا تتفرج على التلفزيون، شوفي حدا بيلعب تنس، قلتي بدي اعمل زيه؟ طيب وايش كمان بتلعبي رياضات ولا بس تنس؟ انت بس بتحبي تنس؟ العب هون تنس، العب اسماء. ايش هو؟ دنيا بتلعب تنس دولية، دنيا بتطلع يعني راحت الصين وسوريا ومصر إسبانيا ما تيسرت أمورها، وعلى أمريكا أنا ما قبلت أطلع لأن ما كانوا يبعتهم حدا معها قريب. خفت عليها. خفت عليها. أما هلأ هي وتمثيل مسرحي عندها. هاي دنيا، هاي الصورة هي وين؟ بالصين. هاي بالصين هون كانت. وكمان تمثيل مسرحي شاركت فيه. هلأ بالنسبة للفن، شاركت مركز فن من القلب. كل هذا شغل إيدها يعني. لاحظت عليها أن عندها قوة تركيز يعني. أنا أمها بالبيت ما انتبهت هاي الشغلات. لما شفت لسه عملت فسيفساء لوحات كبيره كثير، لاحظت الدقه اللي عندها يعني بالترتيب، مش عشوائي كانت تترتب. فابدعت كثير فيه، حسيت كثير غير بشخصيتها. سبحان الله. قديش لك بتلعب تنس يا دنيا؟ من كم عمرك كان؟ مش متذكره شكلها. مش متذكره. يعني حدود 12 سنه كان عمرها. 12 سنه، 12 هيك شيء.
وفي يعني كتير حلو انه عم بسمع انه عم بتشارك ببطولات دولية. يعني مين احتضنها لدنيا وطور هاي المهارة، مهارة التنس عندها؟ هي كانت في الهلال الأحمر أيام لما كانت صغيرة حطيتها، واكتشفوهم الله يقويها يا ربي الأخت سامية الديب. هي أول واحدة كانت تدربها تنس طاولة، فالأولمبياد الخاص الفلسطيني انتبه عليها ولاحظها إنها عندها يعني إمكانية إنها تبدع، وفعلا كانت تجيب ميداليات منيحة يعني، سافرت كتير. ما شاء الله. طيب ام جهاد، يعني انت كأم، مفهوم الأم لشخص ذوي إعاقة مختلف جدا عما بيشوفه المجتمع. كأم في عندك حاسيس غير عن أي إنسان آخر؟ أي حدا ممكن يحكي كلمة ممكن تكون حساسة لإلك؟ مجرد يعني كأم أنت، مجرد ما وجود هذا الإنسان في حياتك له معاني كتير كبيرة وكتير عظيمة. احكي لنا عن أكثر الأشياء اللي بتزعجك من هذا المجتمع. الحمد لله الإنسان عنده إيمان إنه هذه نعمة من ربنا، بس مرات بتلاحظي نظرات الناس، تعليقاتهم، يعني قديش أنا بحب دنيا وراضي الحمد لله بنعمة ربنا، بس مرات بتزعجك نظرة الناس إلهم أو ملاحظاتهم أو مثلا خوفهم منهم. يعني بقول لهم يعني الدنيا بالعكس يعني ما عندها إشي، يعني كتير حنين وطيبين، خاصة نظرتهم إنهم لا رح يكونوا عدوانيين. فهاي الشغلات كتير بتضايقني، يعني بركب بتاكسي بتلاقي الشوفير بصير يطلع عليها، بقول له ما تخاف تطلع قدامك، خايف منها تفتح الباب ولا شيء، تمشي بالسوق مثلا باخذها على السوق، انا باخذها ما يعني اليوم بخرج فيها ايات شيء بصحي لي لدنيا، لا ما بقصر معها. بتلاقيها بتطلعوا بصير يضحكوا، لا ما بيصير هذا الاشي، يعني هدول بالعكس ربنا نعمة احسن منا احنا وميزهم ربنا عنا. طيب دنيا بدي تورجيني الاشياء اللي انت عاملتيها هون وتحكي لنا عن كل شيء، عن كل وحده ايش هي. اوكي رنين تساعدينا لو سمحتي. احكي لنا ايش في هون. هاي اميره زين سلمه خلاص. اميره خلاص حطيتي عليها على الاميره خرز. ورجينا اياها على الكاميرا يا رنين. يعني انت هون جبت الرسمه وعبيتيها خرز زي الفسيفساء. طيب اعطينا هذا الاشياء اللي هون. وايش هاي؟ ايش هذا؟ هاي حسام. وهاي حسب. طب ايش هذا المكتوب هون بتعرفي؟ هذا ايش هذا؟ حسب اسم. اسمه انت دنيا. هذا اسمك دنيا. انت كتبتي لحالك؟ انت بتعرفي تكتبي دنيا؟ حط اسمي. شطورة. طيب وايش في كمان؟ ورجينا يا رنين ايش هاي، من ايش عملتيها؟ هاي وردة. وردة؟ بس ايش عملتي لها، كورنيش؟ حطيتي لها كورنيش؟ حطيت. وبتحبي انت تعملي الفن بايدك؟ تعمل. وايش كمان بتحبي تعملي اشياء فنية، بس رسمات وفسيفساء ولا في اشي كمان بتحبي تعمليه؟ في واحدة سمكة. سمكة، السمكة. ورجينا السمكة يا رنين. هذا عقد؟ عقد انت عملتيه؟ انت حطيتي الخرزات؟ انا حطيت. وبتحبي تلبسيه، بس شكله حدا قاطع لك، مين قاطع لها هي؟ هي ميدالية. هي ميدالية يعني غرفتها. بتعلقيها بغرفتك؟ بتحبيها؟ احبها. شو معناته السمكة هون؟ ايش مكتوب عليها؟ السمكة تسبح في البحر وبماء البركة والنهر، وتموت السمكة اذا خرجت من وسط الماء الى البئر الى البر. بتعرفي انه بتعرفي انت ليش اخترتي السمكة مش اشي تاني؟ عشان ايه مي، عشان بتحب المي السمكة. طيب ام عبد الله، عفوا عقلي في عبد الله لانه عم يعزف برا. بدي اسالك عن دنيا واندماجها مع الاشخاص الطبيعيين، لانه مركز فن من القلب كان يوفر اطفال ويدمج اشخاص ذوي اعاقه مع اشخاص سليمين. هذا الدمج قديش اثر على دنيا وعلى تطورها؟
مركز فن القلب كتير أثر بدنيا. يعني لأن إحنا دنيا يعني دائما لقاءات بتكون مع أشخاص زيها وإشي ففي مركز فن القلب صار دمج بين الأطفال العاديين طبعا ومع دنيا. صار عندها الدنيا جرأة. يعني تعلمت بفن القلب رسم على الزجاج. عندي هلأ بالبيت باب تجرأت إنها تقول لي بدي أرسم عليه. يعني مع إنه الباب مبين ظاهر يعني للكل بتقول أنت أرسم عليه. لما مثلا نقعد مثلا قاعدة عائلية صارت بتعطي رأيها. كانت تضل يعني قاعدة يعني هي ما تعمل شو لها تضل قاعدة مستمعة. هلأ صارت تبدي رأيها. صارت هلأ يعني لها أصحاب كمان مش بس اللي متلازمة الدان أصحاب أطفال تانيين. صار دمج يعني أثر على شخصيتها كتير الدمج. حلو. دنيا مبسوطة أنت في مركز فن من القلب؟ مبسوطة كيف؟ مين أصحابك هناك؟ هيما ريما سيما سيما اوكي علا علا هادي هادي غازي اوكي ودانا سلامة دانا سلامة بتحبيهم كتير؟ احبهم. شو بتعملوا مع بعض؟ بتتحدثوا؟ نتحدث على كل اشي. وبتعملوا فن ونشاطات وبتروحوا مشاوير؟ مع بعض مع اماياتكم؟ طيب أنا بدي أتشكرك يا أم دنيا أم جهاد سعد صباحك. أنا مبسوطة كتير بوجودك أنت ودنيا معنا اليوم. كلمة أخيرة بتحب توجهيها؟ بس بدي أوجه كلمة للناس إنه لزي دنيا طبعا ما تفكرهم إنهم ما بيقدروا يعملوا إشي. لا بالعكس عندهم إبداع وعندهم مقدرة على إنهم يكونوا فعالين في المجتمع. وبشكر فن القلب لأنهم ما فادوا بس بنتي، أنا حسيت إنه فادوني أنا كمان. كيف استفدت أنت؟ أنا حسيت زي تفريغ نفسي إلي. تعرف المسؤوليات وعائلة وإشي، فبتحسي حالك يعني كأنك رجعت صغيرة. يعني شغلات هاي الفن إحنا نشتغل فيها. تلاقيها أنت بسيطة بس إحنا نلاقي كبار بيستنوا إشي، بس لقينا إنه ما هو استعملنا تفريغ نفسي إنه نحس حالنا هيك أطفال رجعنا صغار. يعني لما أكون مجموعة النساء مع الأمهات اطلع فيهم صير نضحك كيف نحن عملنا نعمل هيك شغلات. بتعرفي دائما هاي الاشياء للكبار ممتعة اكتر من الصغار. الصغار ما بيلعبوا ما بحبوها. دنيا احكي لي ايش بتحبي؟ انبسطتي اليوم لانك اجيت عنا؟ وايش بتحبي تحكي للي بيسمعوكي هلا؟ انت بتحبينا واحنا بنحبك كثير. انا بحبك كثير يا دنيا. يسعد صباحك واهلا وسهلا. حبيبتي لو على قلبي تاخذ هواك وتفاق للوسهر.